أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في فقرة الناصرة اليوم. إحنا للأسف جالنا خبر من دقائق معدودات عن اختطاف بابا نويل. بابا نويل تم اختطافه بحسب مصادرنا أثناء قيادته لسيارته الـ 128 أزرق سماوي في طريق الأوتوستراد في شارع النصر. الكلام ده أكدته مصادرنا من حوالي ربع ساعة. احنا معانا اتصال من احد المشاهدين وبنقول الو. الو، ايوه، شيف شربيني؟ لا حضرتك، النمرة غلط. يا جماعة الموضوع مهم. بابا نويل لا احد يعلم ماهية الخاطفين، لا احد يعلم حتى الان ما هي اجندتهم. يقال انها بعض محال الهدايا، يقال انها بعض المشككين في وجود بابا نويل من اساسه. احنا معانا مراسلنا من قدام سيتي ستارز دلوقتي، هيبقى معانا على التليفون ان شاء الله لو الكنترول يدخله لنا عشان نعرف منه ايه اللي بيحصل. الو الو استاذ فريد. ايوه، انا من امام سيتي ستارز بكلمك. التجمع السكاني غير عادي، كل يوم بيهتفوا لبابا نويل. ياللي خطفت بابا نويل، بكره هنوريكم الويل. شكرا، تشوفوا مننا الويل. الوضع مأساوي مأساوي مأساوي. شكرا. احنا عايزين نقول للسادة المشاهدين احنا ما نعرفش ايه اللي هيحصل لبابا نويل، يمكن الساعات الجاية تورلنا، لكن احنا نعرف حاجة واحدة بس، في صاحب لهذا العيد. طول ما هو موجود في عيد، وطول ما احنا عارفينه هيفضل دايما البسمة على وشوشنا. كل سنة وانتم طيبين.